تطبيق دمي هو تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة يخص التبرع بالدم. ومن ميزات هذا التطبيق هو تسهيل عملية التبرع بالدم، إعطاء معلومات تثقيفية للمتبرعين. اللي يميز هذا التطبيق تقريباً الفريد من نوعه أنه اتاحت الفرصة للمتبرع بالدم من إجراء جزء من عملية التبرع بالدم بتعبئة الاستبيان اللي يحتوي على تقريباً 43 سؤال، وهو جالس في بيته أو في مكتبه، ويتم إعطاء كود يمكن قراءته حين وصول المتبرع إلى المركز. إذا حابين تعرفون معلومات أكثر ممكن تزورونا في معرض جايتكس في منصة هيئة الصحة في دبي. حياكم الله. نظام سالم لخدمات اللياقة الطبية والصحة المهنية المشترك الذكي، نقوم من خلاله بإصدار نتائج فحص الطبي إلكترونياً عن طريق الإشعارات الذكية. تم ربط جميع العمليات الإدارية والعمليات الفنية دون تدخل بشري في هذا النظام الجديد كلياً، والذي يعتبر نقلة نوعية من النظام القديم إلى النظام الجديد. ندعوكم لزيارة منصة هيئة الصحة للإطلاع على المزيد من الخدمات الذكية.